تسأل فتقول: أنا أصلي الضحى يوميا 8 ركعات، وأسلم بين كل ركعتين، وأقرأ في كل ركعة صفحة من القرآن. هل صلاتي على هذا النحو صحيحة؟ وما ثواب من داوم على صلاة الضحى؟ نعم، صلاة الضحى مشروعة، وأكثرها 8 ركعات، كل ركعتين بسلام، فما فعلته السائلة أمر طيب ومشروع الحمد لله. وتقرأ فيها ما تيسر من القرآن، تقرأ فيها ما تيسر من القرآن من غير تحديد، سواء طالت القراءة أو قللت منها. نعم، جزاكم الله خيرا.